عمرك سمعت عن مرض الكبد الوبائي؟ وإذا شو بتعرف عنه؟ نعم طبعاً سمعت عن مرض التهاب الكبد الوبائي. مرض التهاب الكبد الوبائي هو مرض مسبب أول شيء فيروس، وهو مرض معدي بينتقل للأشخاص من شخص إلى آخر بعدة طرق، وهو بتصنف إلى مجموعة أصناف ضمن 5 أصناف عالمية، اللي هو التهاب الكبد الوبائي ضمن ألف، التهاب الكبد الوبائي باء وجيم ودال وأف. الآن وهو يعتبر من الأمراض اللي بتشكل أوبئة ممكنها تقضي على مجموعة كبيرة من الناس، وبنتقل بطرق أخرى حسب النوعية. الآن التهاب الكبد نوع ألف بنتقل عن طريق اللي هم بنسميه إحنا بالمصطلح العلمي أورال فيكال، يعني عن طريق الفم والشرج، يعني عن طريق من الفم مباشرة، عن تناول الطعام حيث إذا أكلت طعام ملوث فيه. اوكي، الان من نوع البي والنوع السي بنتقل عن طريق اللي هو الممارسه الجنسيه، وبنتقل عن طريق برضو الوغز بالابر وعن طريق الدم. هذا بشكل يعني عام. يعني صراحه سمعت عن الكبد الوبائي، وبعرف ناس يعني اصيبوا فيه. بعرف انه هو في نوعين، في شيء حميد وشيء خبيث، والعلاج تبعه طبعا بالوقايه اول شيء من الفيروس، وممكن في بعض الأغذية الواحد ممكن يتناولها مثل العسل ممكن يستفيد في علاجه. نعم سمعت في الكبد الوبائي، هو مرض معدي. هلا اللي سمعنا عنه انه هو مرض، هو فيروس خطير بينتشر في المجتمع من عنا، بيأثر على المجتمع كامل بشكل عام، واصعب يعني اكثر من هيك ما راح اقدر افيدك. المرض الكبد الوبائي يجب انه الواحد يعمل له احتياط ويعمل فحوصات عشان ما يتفاجأ، خاصة الفئات اللي تختلط مع المرضى زي الممرضين والأطباء وحتى الموظفين وموظفين المختبر، بالإضافة إلى الناس اللي عندهم تاريخ عائلي أو تاريخ مع أصدقاء عندهم المرض هذا. الوبائي له 3 أنواع، أكثر من نوع، المنتشرين أكثر شيء الـ A والـ B والـ C. الأخطر البي والسي، أخطر شيء الاي ما بيخوف، البي له مطعوم، السي لحد الآن ما اخترعوا له مطعوم. أكيد طبعا هو هيباتيتس، في عنا أنواع هيباتيتس اي بي وفي عنا سي. هلأ هو أخطر نوع هو السي، وفي بي عنده مطعوم ضده، وهلأ بنتقل طبعا عن طريق الدم، ممكن ينتقل عن طريق الجنس. في هلأ ناس ممكن اختلط مع البيشنت نفسه ممكن يعطينا المرض نفسه. التهاب الكبد هو مكون أو يتألف من عدة أنواع، التهاب الكبد A, B أو C. اللي بهمنا عادة كل نوع من هاي الأنواع إلها مدى خطورة ومدى اطمئنان إلها. التهاب الكبد A بهمنا بعمر المدارس، عمر الطلاب، لأنه بصير فيه اختلاط، هو طريقة انتقاله مختلفة تماما عن B أو C، بينتقل عن طريق الفم والخروج، فبهمنا يكون في رعاية صحية معينة، هذا اللي بهمه. هلا ما ومش خطير، هو نوع من انواع التهابات الكبد اللي مش خطيره، بضل اللي هو التايب بي او سي. هدول ينتقلوا عن طريق مثلا في طرق انتقال مختلفه، عن طريق انتقال الدم، عن طريق العلاقات معينه، مثلا في مضاعفات معينه تنتهي مثلا بتشمع الكبد، فبدها وقايه معينه، في مطاعيم معينه، في فحوصات معينه، اللي يشوف الواحد هل انه حامل للفيروس هذا او مش حامل، واذا حامل هل انه حامل يعني بينقل العدوى او ما بينقلها، فبدها احتياطات معينه. التهاب الكبد الوبائي 3 أنواع، في النوع البسيط اللي بكون حامل المريض ما بأثر اللي هو A، وفي عندنا البي والسي، هاي أنواع خطيرة إذا بتنتقل للشخص. هي عن طريق السوائل أكثر بتنتقل، ومرات بالنفس اللي هو السي لما بكون مرحله الأخيرة، أكثر إشي بالسوائل في الدم والبلازما. الكبد الوبائي أنواع، هنو هيباتيتس إي، أي هيباتيتس إي بي سي دي في دي. هيباتيتس A بنتقل عن طريق الطعام، هيباتيتس B و C بنتقل عن طريق الدم، هيباتيتس G برضه بنتقل عن طريق الطعام. هسه ممكن عن طريق الطعام مثلا هيباتيتس الدم عن طريق الهيباتيتس B عن طريق الإبر، والهيباتيتس C عن طريق الأكل.